إذا كنا في نزهة بحرية لمدة يوم أو يومين هل يجوز لنا القصر والجمع؟ إذا كنتم مسافرين مسافة قصر 80 كيلو فأكثر ولم تقيموا إقامة تزيد على 4 أيام فلكم القصر، لكم القصر. وأما الجمع إنما يفعل في السير في الطريق، أما إذا كنتم نازلين تصلون كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. وإن كان عندكم مسجد تقام فيه الجماعة صلوا مع الجماعة وأتموا الصلاة مع الجماعة.